إن التواصل بين السلطة والمواطن من أهم ركائز الدولة الديمقراطية، فالسلطة إن كانت نابعة من الشعب لا تستمر إلا بدعم الشعب ومساندته للدولة ومؤسساتها. النقاش العام إحدى وسائل التواصل المعتمدة لحث السلطات على التقرب من المواطنين، وفي أغلب الأحيان تكون المبادرة من تنظيم المجتمع المدني وجمعياته التي تعنى بالمواطنية والديمقراطية والحوكمة. كل ما كنتوا متمسكين أنتوا بمفهوم القانون، مفهوم المصلحة العامة، كل ما ساعدتوا السياسيين. كثير سياسيين مرموقين زيت عندهم مفهوم الدولة كانوا عدة مرات يقولوا لي نعمل أشياء ريادية مهمة، قرارات مهمة، ما في حدا ورانا. في هذا الإطار كان للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم مبادرة مميزة جمعت شبابا جامعيين ناشطين بهدف مناقشة مشاكلهم مع نواب الأمة في قاعة المجلس النيابي. منطق السلم الأهلي يعني عنده مرتكزات أساسية، أن نخضع جميع اختلافاتنا وخلافاتنا للحوار والنقاش، وبالتالي الوصول إلى حلول جذرية لهذه الأمور. أول شيء أنتم مصدر السلطات المجتمع اللي هو بنصب هالنواب على هالمقاعد اللي أنتم قاعدين عليها، ولكن أيضا مش بس لينتخبهم مرة كل 4 سنين، الأساس كمان أنه خلال ال4 سنين يصير في تواصل بين الممثل للشعب والمجتمع. بدي أعطيكم مثال على الملفات اللي عم ندرسها بالوقت الحاضر. مثلا على لجنة المال من ناحية ممارسة الدورة الرقابي عم بتجرب يعني تتعاطى مع ملف النفايات. هلا جمال معي كمان، سيد جمال زميلي بلجنة المال، فعم نشوف كمان انه نسرع الخطى لنتاكد انه في طروحات جديده للمستقبل. تعددت المواضيع المطروحه، فتطرق الشباب الى قضايا وطنيه مشتركه كالبطاله ومشاركه الشباب في القرار. إذا بها صار عنا انتخابات نيابية، كيف بنقدر نوسع المساحة لأعمال وطموح الشباب؟ ما في إحصاءات لسوق العمل في لبنان أبداً. بالنسبة للفعالية مع مكاتب التوجيه الجامعي، شو رح تعمل الدولة بهذا المجال؟ اقتراح موضوع التوجيه الجامعي وشو دور الدولة؟ أنا بعتقد مثلاً بعد الاجتماع بدنا نراجع وزير التربية انه ينظر للموضوع بجدية ويكلف لجنة من اساتذة جامعات او غيرهم انه يعملوا مراجعة جدية لبرامج الجامعات. التواصل بين التشريع والمجتمع مشروع اساسي للمجتمعات العربية، استهدف هذه اللقاءات الى تنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على القاعدة الحقوقية. ماريبال طرباي، الغد العربي، بيروت.